كله 100 فل و20. لو سمحتي بتبيعوا مايك؟ مايك. طب ثواني بقى ثواني بقى، انا هحول حضرتك على طول على المدير التنفيذي والفني المالي الاداري. اتفضل. بس خلاص. بكام المايك؟ جه ازاي المايك؟ اتحمل وراح ازاي الشركة المايك؟ فلوس المايك ده جت من صدى البلد ازاي؟ بس هي الخطوة الأولى. المايك ده حضرتك اتباع بكام؟ كسب كام؟ ده الخطوة الأولى. جبناه ب10. هي برضو الخطوة الأولى يا أستاذ محمد. يا فندم معلش، ما هي خطوة أولى يعني. طب بتاخد على ده أجر؟ هقول الناس كلها بتاخد أجور. خدت أكتر من الأجر والله. حد حضرتك المدام عندي أجر؟ حضرتك موظفة دلوقتي وانا راجل موظف، تمام؟ انت هتوفري المرتب بتاعك وتحوشيه وتحطيه فوق منه فوق بعضه كده وتحوشيه وتكدسيه، وانا اعمل كل الحاجات وكل الحركات. انت ما اديتش والدتك اجر؟ لا يا فندم بتاخد اجر. واختك اجر؟ دي السيف دي يعني حاجة مستقلة يعني. انا ونورة احنا شخص مادي واحد. وليه حضرتك رافض شراكتها في الشركة ومسميتها في البيت؟ شراكتها في الشركة لأ، مفيش حاجة اسمها كده. شراكتها في الشركة دي حضرتك كانت قبل ما أنا أعمل الشركة. ما ينفعش هي تكتب العقد بتاع الشركة وأنا أروح أسجله إلا لما يكون معايا توكيل عام رسمي من نور. أتحرك أنا أشتغل أنا. تلاقي حضرتك التوكيل العام الرسمي معمول يعني قبل الشركة ما تتعمل بشهر، بعد ما العقد بتاع الشركة اتعمل بشهر، أو في نفس التوقيتة. تمام؟ التوكيل العام الرسمي عشان واحده حضرتك تعمله لجوزها، تمام؟ اتقال لها كده في الشهر العقاري، انت عارفه انت بتعملي ايه؟ توكيل عام رسمي؟ قالت لا ده محمد. وانت كمان قلت دي نوره. يا فندم. سلف ودين ان انت شايله لها هي شايله لك. يا فندم. طيب. قعدنا سنه، بس حضرتك قعدت سنه. انت كمان عملت سجل باسمها. اول شغلي سنه، اول شغل. انا طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا بدايه شغلي خالص في من 2017 كده. مفيش فلوس خالص، الدنيا بايظه، اوبر فمفيش منه خالص. مفيش حد لاقي عنده 20-30 ألف يا جماعه يشغلهم لي، يقول لي خدهم كده اهوت يا محمد اسلفهم لك شهرين ثلاثه اروح حته تاني. والله يحيوا الميت. 20-30 ألف جنيه لله يا جماعه، للوطن يا جماعه، لله يا جماعه. حمايه بقى راجل ابويا يعني، ابويا حقيقي يعني عمل حركات ابويا ما عملهاش الله يرحمه يعني. الراجل قلت له بص بقى انا رامي بلا، انا هاخد منك 20 ألف جنيه في شهر 3، احنا في شهر 12 اهو. والله كنا زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط بالتواريخ. الشركه فتحت في شهر 5، تمام؟ شهر الفلوس راحت له 20 ألف جنيه. خلاص راجل. والله وكسبته ما خسرتوش خالص خالص. وفتحت عليك. اتفاجئت نوره يعني خلاص داخل على 9 شهور 11 شهر. معانا كام؟ يعني 50 60 70 80. طلع معانا 95 ألف جنيه. نيتك ونيتها. احنا كنا بنصرف الفترة اللي فاتت ديت، اكلنا وشربنا واتبسطنا وعيدنا و95 ألف. والله 95 ألف. هاتي الموبايل، كنت عايز الداتا اللي على الموبايل. ليه؟ الداتا اللي على الموبايل وهي خلاص بن 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 بنفارق يعني وبنسيب بعض. احنا قبلها بأسبوعين احنا متطلقين ولسه رادين بعض تاني اهو قبل ما نفترق بقى خلاص ونقعد نتفق اهو. انتوا راجعين من الغردقة؟ قلت لها دلوقتي طب العملاء اللي بيتصلوا بيكي؟ قالت لي مصلحة الشغل مش مصلحتي. هدي الداتا اللي على الموبايل بعد ما رديتها نفترق بقى خالص بقى، اللي هو خلاص اللي جايه دي اخر واحده، هنرمي يمين طلاق واللي جايه دي كده اخر واحده خالص وخلاص. مش نافعين ولا في بيت ولا في شغل كده. رجعنا من سهل حشيش قعدنا مع بعض اسبوع واحد بس. الداتا بقى اسبوع واحد كانت هي في الشركه يعني ايه. انا عايز اعمل استحواذ، انا عايز اعمل حصري. بناء عن ايه؟ عايزه كارت رئيس مجلس اداره. عملته لها بناء عن؟ لا يا فندم ما عملتلهاش. انت اديتها المكتب؟ اديتها مكتبي. المكتب بتاعي اصلي فيه عظمه حبتين، فكنا بنقيس معنا يعني شكل العظمه عندها هيوصل لحد فين. لما نزلنا من سالة حشيش قالت انا عايزه يبقى ليا مرتب يا محمد من ابسط حقوقها. قلت لها حاضر يبقى ليكي مرتب. لما رجعنا من سالة حشيش قالت لي خلاص بقى انت هتتكلم في تمسك في الكلام دوت، انت كده ناجع مش صافي. قلت لها لا
مش راجع مش صافي. بس الكلام انت طلبتي ان انت بذمه ماليه خاصه مستقله بحالك، انا ذمه مستقله خاصه بحالي، تمام؟ عايز اسافر شرم الشيخ كل يوم اسفرك، كل يوم سهل حشيش اسفرك وتاخدي مرتب ونطلع احنا الاثنين نعمل بيزنس سوا. السفريه تسوى كام؟ والله العظيم ثلاثه. سفريه سهل حشيش ديت على نظامها ان احنا الاثنين ذمه ماليه منفصله. السفريه كلفتنا في 3 ايام 9000 جنيه. قلت لها الزمني 3000. تدفعي؟ قالت لي ادفع. انت يا عم بقى خلاص بقى نتصالح بقى وتصالحنا خلاص. قلت لها لا، هنمشي على نفس الوضعيه دي عشان ما نرجعش تاني نقول انا عايزه مرتب، بس بدفع اكتر من مرتب بكتير قوي 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 والله.